اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن تأسيس الدولة الفاطمية في المغرب والتأسيس الثاني لها في مصر على يد الخليفة المعز لدين الله. الخليفة بتاع النهاردة بقى هو اللي جانى الثمار اللي زرعها أجداده، وكان عصره هو العصر الذهبي للخلافة الفاطمية. خلونا النهاردة شوية نتكلم عن الخليفة الفاطمي العزيز بالله. أنا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراوي. أبو المنصور نزار بن معد الخليفة الفاطمي الخامس وتاني واحد يحكم الدولة من مصر، اتولد في مدينة المهدية في تونس عام 955، عاش حياة مرفهة، اتربى على البذخ والأبهة. بيحكم إن الملابس اللي كان بيلبسها ما كانش بيلبسها تاني، كان دايما بيعطر نفسه وهدومه حتى الخيل بتاعته بالعنبر والمسك، فكانوا بيشموا ريحته في المكان حتى بعد ما بيمشي منه. كانت أواني الطعام بتاعته والشراب مميزة وبرضه بيستخدمها لمرة واحدة بس، أول ما نزين العمائم بالجواهر واللآلئ الكريمة، أول ما نشارك المصريين احتفالاتهم بأعيادهم سواء الإسلامية أو المسيحية أو حتى القومية زي عيد وفاء النيل مثلا. كان بينزل مع الحاشية بتاعته والوزراء والأمراء لساحل النيل، يركب مركب من جزيرة الروضة لغاية حلوان تقريبا، يحيي الناس اللي اتجمعت على الساحل ويرمي عليهم الدنانير الذهب. كان مغرم بالصيد، كانت رحلات الصيد بتاعته بتستمر لأسابيع طوال. كمان اهتم بالشعائر والصلاة، كان بيأم المسلمين بنفسه في أغلب أيام الجمعة وفي العيدين. اهتم كمان بالرياضة، كان بيلعب الصوالجة مع كتير من قادة الجيش بتوعه، بيشارك الجنود تمرينات الرمح والضرب بالقوس والمشاب. أول من عمل موائد رحمن للمصريين كانت ملحقة بالجوامع في مدينة الفسطاط والقاهرة، بتقدم الطعام لكل الناس طوال شهر رمضان، كان تمويلها من جيبه الخاص. وبالنسبة للجيش، اهتم العزيز بالله بتسليحه وزيادة عدد قواته. لما كان العرف في مصر من أيام الطولونيين هو استخدام جنود مرتزقة من الأتراك والديلم والسودانيين، أمر العزيز بالله بشراء كتير منهم وضمهم لكتائب منفصلة، وطبعاً قلقوا القادة والجنود المغاربة على نفوذهم. الجيش الفاطمي من بداية تأسيسه كان بيعتمد على العنصر المغربي بشكل كبير، إلى جانب الصقالبة والأروام. في عهد العزيز بالله بدأ النزاع بين فرق المشارقة وفرق المغاربة في الجيش الفاطمي، لكنه استطاع ان هو يحتويه بشكل سياسي. عين لكل كتيبة او فصيل قائد منهم، مفيش مغربي يتحط فوق تركي او العكس، اصبحت قيادات الجيش كلها معاه. في نفس الوقت اللي كان بيروح فيه لمعسكرات الجنود المغاربة يقول لهم انتوا اهلي وعزوتي، انا من غيركم احس ان انا غريب في البلد دي. يروح للجنود الاتراك والسودانيين يقول لهم انتوا ايديا اليمين والشمال، انا معاكم بحس ان انا مالك الدنيا كلها. بالشكل ده قدر ان هو يحتوي الخلافات اللي بينهم ويخليها في اضيق الحدود، ويخليهم كلهم ايد واحدة في اي معركة خاضها الجيش بعد كده ضد البوهيين او البيزنطيين. كمان اهتم العزيز بالله كخليفة شيعي بنشر مذهبه بين الناس، شجع على تعيين الشيعة في المناصب الهامة وتشجيع دراسة الفقه الشيعي في المساجد عن طريق صرف جراية ومصروف للطلبة وسكن للمغتربين وتشجيع للمتفوقين. أمر كمان بوقف صلاة التراويح في كل الجوامع في مصر، وأصرف على الاحتفال بالأعياد الشيعية زي يوم عاشوراء مثلا والغدير، ونحر الدبايح وتوزيعها على الناس علشان يحبب المصريين في الأيام دي. كمان اتبع سياسة أبوه مع أهل الذمة، حافظ على كل عماله من غير المسلمين وعلى مراكزهم زي الوزير ابن كلس وعيسى ابن نسطورس مسؤول الجباية، ومنشا ابن إبراهيم متولي خراج الشام وغيرهم. ولكن لما كترت الشكاوي منهم من الموظفين ومن العامة، تحرى بنفسه استخدامهم السيء لسلطاتهم مع الناس، أمر بعزلهم من مناصبهم وقبض عليهم وسجنهم وصادر أموالهم وعين مطرحهم موظفين تانيين من المسلمين. فكانت نهاية سيئة لعهد التسامح مع غير المسلمين اللي اشتهر به العصر الفاطمي. وفي عهد الخليفة العزيز بالله كانت علاقات الدولة الفاطمية الخارجية مع جيرانها كلها على صفيح ساخن. بدأت بالنزاع مع البوهيين للسيطرة على الشام، واللي استعان فيه الخليفة العزيز بالله بالقائد جوهر. بعد ما كان عزله من منصبه رجع تاني طلعه على رأس الجيش يحارب البوهيين.
ويستعيد منهم مدينة دمشق. لما شاف ان القرامطة هيتدخلوا عسكريين ضد جيشه طلع يلحقوا بنفسه على راس جيش تاني، واستطاع بمعونة القائد جور طبعا ان هو يحقق نصر عسكري كبير. مش بس استعاد للفاطميين نفوذهم في الشام، لا كمان اجبر البويهيين على اقامة علاقات طيبة معاه. تواصل معاه عضد الدولة البويهي وزير الخليفة العباسي في بغداد، كتب له في المراسلات الرسمية باسم الحضرة الشريفة، وده يعد انتصار للعزيز بالله والفاطميين. وعشان كده اتشجع العزيز بالله وطلب منه ان هو يقطع الدعاء للخليفة العباسي الراضي بالله من على منابر بغداد والكوفة والموصل ويدعو باسمه هو. فضل الوضع ده موجود بشهور، وبكده يبقى حقق العزيز الحلم اللي كان بيحلم بيه اجداده من زمان. وفي الحجاز وبعد تحريرها من سلطان القرامطة وإعادة مراسم الحج بعد ما كانت توقفت لسنين، أجزل العزيز بالله العطاء لشريف مكة، أمره بقطع الدعاء للخليفة العباسي من على منابر الحرمين الشريفين والدعاء لشخصه هو، وكمان أمر بعمل كسوة جديدة للكعبة وكسوة تانية للروضة الشريفة اتعملت في فناء القصر بتاعه في القاهرة، وكانت من الديباج المطرز بالذهب لونها أبيض علشان تفترق عن الكسوة اللي لونها أسود اللي كان بيعملها العباسيين. بعتها في موكب الحج السنوي ومعها غلة وقمح وطعام لفقراء مكة تحت إشراف أمير الحج المصري اللي تولى إقامة الشعائر باسم الخليفة العزيز بالله، وفي حراسة قوة عسكرية كانت بتحاصر المشاعر المقدسة. كمان أمر بنشر الدعاء الشيعة في كل مدن الحجاز بالذات في موسم الحج علشان ينشروا المذهب الإسماعيلي بين كل المسلمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي. وفي اليمن تولت أسرة شيعية الحكم فيها، فأرسل الخليفة العزيز بالله سفارة كبيرة تقيم معاهم علاقات، طلب منهم الدعوة باسمه على المنابر ونشر الدعاء الفاطميين في كل الأراضي اليمنية، واللي استطاع تجار منهم ان هم ينشروا المذهب الإسماعيلي في الهند واللي لسه مستمر هناك لغاية النهاردة في طائفة الهنود البهرة، واللي يعتبروا البقية الباقية من سلالة الفاطميين إلى وقتنا هذا ما زالوا بيهتموا بترميم الآثار الفاطمية في القاهرة زي جامع الحاكم وجامع الإمام الحسين. بالشكل ده نشر العزيز بالله الدعوة الفاطمية في أماكن كتير، دعا خطباء المساجد باسمه تقريبا طوال عهده في العراق والحجاز واليمن والشام، غير طبعا مصر وشمال أفريقيا. ده كان أقصى مجد سياسي تحققه الدولة الفاطمية طوال فترة حكمها. كمان وفي عهد العزيز بالله بدأت ممالك إيطاليا تقيم علاقات دبلوماسية مع حكام مصر. التجار الطلاينة كانوا موجودين في مصر من زمان بيشتروا بهارات من الهند وحرير من الصين ويروحوا يبيعوها في بلادهم. دلوقتي وحفاظا على تجارتهم وأموالهم لازم يكون لهم علاقات دبلوماسية مع البلاد اللي هيمروا منها. بعتت مملكة بيزا أول سفارة رسمية للقاهرة لتسوية بعض المشاكل بين التجار من بلادهم وبعض المصريين. عملت نفس الشيء مملكة جنوة ومملكة فينيسيا أو البندقية. العلاقات دي اللي حافظت عليها الممالك الإيطالية مع الأيوبيين بعد زوال الدولة الفاطمية ومع المماليك في وقت لاحق، لدرجة أنه أيام الحروب الصليبية هنلاقي الممالك الإيطالية دي بتنحاز لجانب المسلمين حفاظا على مصالحها وتجارتها زي ما هنشوف. أما بقى البيزنطيين فكانت دايما علاقات الفاطميين معهم سيئة، لأنهم قبل كده كانوا بيسيطروا على اليونان وجنوب إيطاليا وصقلية، ودي الأماكن اللي نازعهم فيها الفاطميين السيادة في البحر المتوسط. لما توسعت الدولة وأصبحت على حدود الشام نصح الوزير ابن كلس الخليفة العزيز بالله ان هو يحافظ على وجود الحمدانيين عازل بين الفاطميين والبيزنطيين زي ما عمل قبل كده الإخشيد وكافور. وفي نفس الوقت أقام العزيز بالله علاقات طيبة مع الإمبراطور البيزنطي، لدرجة ان هو سمح ببناء مسجد للمسلمين في القسطنطينية. طلب العزيز بالله ان الدعوة يوم صلاة الجمعة تبقى لشخصه. مع غروب شمس الحمدانيين في حلب وحمص بدأت الأطماع البيزنطية في شمال الشام، فكان لازم على الفاطميين ان هم يتحركوا هم كمان. استولى البيزنطيين على حلب وحمص وراحوا يحاصروا دمشق. اعد العزيز بالله اسطول بحري ضخم من 80 سفينة وفتح خزائنه الشخصية وجهز منها جيش كبير، لكنه كان على موعد مع كارثة احتراق الاسطول. قبل ما يتحرك بسرعة بنى اسطول تاني وخرج من دمياط يقصد ساحل الشام، لعبت بيه الطيارات البحرية بتاع شرق المتوسط وحطمت اغلب سفنه ومات اغلب اللي عليهم. رفض العزيز ان هو يستسلم لليأس وامر باعادة بناء اسطول تالت وتسليح جيش جديد، لكن القدر كان له كلمة تانية
في بلبيس، وقبل ما يخرج مع الجيش اشتد عليه المرض ومات في شهر اكتوبر عام 996 علشان يكمل حروب البيزنطيين ابنه المنصور المعروف بالحاكم بامر الله، واللي هيكون موضوع الحلقه الجايه ان شاء الله. تابعونا. في التاريخ الفاطمي كان للمرأة دور كبير في لعبة الحكم والسياسة. في حياة العزيز بالله كان في ثلاثة أثروا عليه بشكل كبير لدرجة أنهم تدخلوا في كتير من قراراته في وقت من الأوقات. الأولانية كانت السيدة المعزية أمه الملكة تغريد زوجة الخليفة المعز لدين الله، واللي قالوا عنها أنها كانت سيدة من أصول عربية عريقة. روايات تانية بتقول أنها كانت أم ولد، يعني جارية من حريم القصور، اتجوزها الخليفة المعز فخلفت له الولد واعتقها وبقت هانم. ايا كان، فالملكة تغريد في عهد جوزها المعز كان لها نشاط تجاري واسع، كان لها قوافل تجارية بتسافر هنا وهنا، وهي بتتابع تحركاتها ونشاطها من جناحها في القصر. ذمتها المالية كانت مستقلة عن جوزها الخليفة او ابنها الخليفة. بعد كده بنت لنفسها قصر في جزيرة الروضة وكانت مقيمة هناك اغلب الوقت. لرجاحة عقلها كان دايما ابنها العزيز بالله بيستشيرها في امور كتير، وكان لها دايما رأي سليم باستمرار. اما التانية فكانت السيدة العزيزية او زوجة الخليفة العزيز بالله، كانت جارية من اصول بلغارية او روسية، كانت مسيحية على مذهب كنيسة الروم الارثوذكس او المذهب الملكاني. حبها العزيز بالله جدا واتجوزها وجابت له بنته ست الملك وابنه الحاكم بامر الله. كان لها تأثير كبير على شخص العزيز، منحها عديد من الاقطاعات باسمها، اهمها في العزيزية الشرقية واللي تسمت على اسمها. وبناء على طلبها راح جاب اخواتها ارسطوس وارسيانوس، عين واحد مطران على كنيسة القدس والتاني عينه بطريرك على كنيسة اسكندرية للروم الارثوذكس. بعد طبعا للامبراطور البيزنطي صديقه يطلب منه الموافقة على التعيينات دي. اما التالتة بقى فهي بنته الاميرة ست الملك، واللي ورثت عن امها قوة شخصيتها وتأثيرها في اللي حواليها حتى ابوها الخليفة، واللي راح بنى قصر تاني يسكن فيه غير القصر اللي سكن فيه ابوه الخليفة المعز لدين الله، سماه القصر الغربي وافرد فيه جناح كامل لاقامة الاميرة ست الملك، غير الاقطاعات اللي كتبها باسمها في الصعيد وجه بحري لما غضب ابوها على عيسى ابن نستورس عامل الجباية المسيحي وسجنه. تدخلت ست الملك وشفعت له عند ابوها فخرج من سجنه، رجع تاني لمنصبه يمارس مهام وظيفته بس بقيود جديدة مش مطلق العنان زي الاول. في عهد اخوها الخليفة الحاكم بامر الله الامير ست الملك هيبقى لها دور كبير في كبح جماحه. نقدر نقول ان السنين الاخيرة في عهده كانت هي اللي ممشية امور الدولة مش هو. ولغاية هنا بينتهي عصر الدولة الفاطمية الحقيقي او العصر الذهبي اللي كانت فيه الدولة قوية متماسكة، مساحتها من ساحل الفرات لساحل الاطلنطي، والاماكن اللي مش بيقدر يروحها الخليفة بجيشه كان بيتودد الى ملوكها يقنعهم انهم يمنحوه السلطة الروحية ويدعوا باسمه على منابر المساجد. الجزء اللي جاي بقى هتبدأ الدولة الفاطمية تدخل في مرحلة الضعف ما بين حكام ضعاف او مجانين او وزراء بتوع مصالح هيتلاعبوا بيهم. هتبتدي الدولة الواسعة أراضيها تروح واحدة ورا التانية لغاية ما هيبقى مش فاضل معاها في النهاية إلا مصر. طيب إزاي حصل كده؟ وإيه اللي أدى لكده؟ تابعوا معانا الحلقات اللي جاية وهنتكلم عن ده بالتفصيل. ولغاية هنا انتهت حلقتنا، لكن كلامنا لسه ما انتهاش. أكد على اشتراكك في القناة علشان تتابع معانا الحلقات اللي جاية، لايك الحلقة وشير لأصحابك علشان تساعدونا نوصل للمزيد. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناة، دوس على الزرار الأبيض اللي تحت تفهم أكتر. في انتظار تعليقاتكم وانتظروا مزيد من حلقاتنا على قناة وقال الروض.